السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة شطرتم البنات. النهاردة مع بعض كنت راحة انضف ادراج المطبخ، جزء من المطبخ كده بخصص كل فترة جزء انضفه في مطبخي، فطلعت كمية حاجات عندي، في حاجات هتترمي وفي حاجات استخدامها كويس، فكل ما اطلع حاجة افتكرت اسئلة ليكم كتير جدا على حاجات بستخدمها، سعرها ايه، استخدامها كويس، تستاهل الفلوس، حاجات عملية ولا مش عملية. فقلت ان شاء الله اعمل معاكم الفيديو ده سهل وبسيط. وناس كمان سألتني انتي بقالك كتير ما بتعمليش فيديوهات مشتريات ليه يا ممالك؟ انا الفترة اللي فاتت ما كنتش بشتري حاجات كتير، حاجات بسيطة جدا اشتريتها، في حاجات صورتها وفي حاجات ما صورتهاش، يعني صورت معاكم بيها في القناة. في حاجات بقى لسه اهي، يعني ده جزء كده، دي حاجات انا شارية لسه جديدة اهو، دي حاجات شارية لسه جديدة يعني مفيش بقالها كام يوم، قلت برضه اصورها معاكم. دي حاجات بقى كلها كده كانت مركونه في الادراج، فقلت بقى ايه اشوف ايه اللي هستخدمه، ايه الحاجات اللي مش حلوه او خلاص بقى باظت، زي مثلا دي باظت خلاص اهيت، لقيتها بايظه هرميها، او ممكن انا احطها في الجزامه، يعني انضفها كويس واحطها في الجزامه اللي هو ايه في الشتاء بقى كده نستخدمها في تنظيف الكوتشيات والحاجات دي، تمام؟ هي مش حاميه قوي يعني ان هي تبقى خلاص بقى نبدا كده الفيديو بتاعنا على طول، ونقول بسم الله. اول حاجه معايا اشتريت اللي هي الفوطه بتاعه التنشيف بتاع المطبخ ديت، شايفين ده شكلها، حتى جايباها لون المطبخ بتاعي اورانج بالشكل ده، حلوه جدا. كان في منها اكبر بس ما كانش متوفر في المحل، فجبتها يعني قلت تبقى عندي وابقى اجيب واحده بعد كده، واحده كبيره دي ب 20 جنيه. جبت كمان الشموع ديت، دي شموع معطره حلوه جدا، يا دوب انت بس كده بتفتحيها بتشغليها كده من هنا وتسيبيها يا دوب دقيقتين ثلاثه، وبعد كده بتقومي قافله عليها الغطا كده هتطفى، تمام؟ ولما بتطفى بتفتحيها على طول، يا دوب بقى بعد ما تطفى تقومي فتحاها، بتطلع بقى تكون الشمع ده ساح، وطلع بقى الريحه العطره بتاعته، حلو جدا. جبتها دي ب 20 جنيه. جبت اتنين، جبت اللون الموف واللون الاحمر، كان هناك بقى كل الالوان، صلفر وكان هناك ابيض وكان هناك بينك، الوان كتير جبت دولت بس كده اجربهم، وفي على فكرة صغير وكبير. جبت كمان دي قطعة كده ديكورية، تحطها في النيش، تحطها على التسريحة بتاعتك، يعني لها استخدامات كتيرة جدا، عجبتني ب 30 جنيه. جبت كمان طقم التوابل ده، او طقم التخزين التفريز اللي هو الطقم ده اللي استانلس، كتير منكم اكيد يعرفه بالشكل ده اهو. انا بحب ان انا كده اجدد في المطبخ بتاعي من وقت للتاني، انا عندي طبعا اطقم توابل وكده، بس انا عجبني وسعره كان حلو، كان ب 110 115 من عند فتحة خير، فعجبني قلت اجيبه، يعني الواحد يستخدمه بقى، وفيه الحجم ده كمان اهو، وفي دوت اللي هم اصغر حاجه، في اللي هي طويله شويه، وفي دي كمان، يعني 4 ب 110 115 حاجه زي كده، بس حلوين جدا. سالت عليهم في محلات تانية قالوا لي 125 جنيه، فلما لقيتهم سعرهم حلو عند فتحه خير جبت منهم، حلوين جدا، واللي هيروح يجيبه ما يدوم له على 100 زي ما هو عطوني ب 110 تاني. نيجي بقى على موضوع الفيديو بتاعنا النهارده اللي هو الفيديو الاساسي بتاعي، ايه الحاجات اللي جبتيها في المطبخ عندك واستخدمتيها حلو، ايه الحاجات اللي ما كانتش حلوه معايا. اول حاجه كده ديت الاسباتيوله ديت، او اللي هي الصفايه بتاعت كنت بحمر بانيه، بحمر اي حاجه زي السمبوسه، زي اي حاجه جميله جدا، انا كنت جبتها، فلما جربتها بالملقط كده لقيتها كانت يعني بيلقط، ففكرتها هتبوظ، فانتوا كتير منكم قال لي في التعليقات لا يا ام ملك ده هي حلوه واحنا مجربينها، وفي ناس قالت لي طب قولي لنا بقى عن تجربتك معاها، بجد لقيتها حلوه جدا ومش بتصدي، ودايما بستعملها، حلوه جدا جدا جدا، انصحكم تشتروها، كانت تقريبا ب 15 جنيه. المقص اللي هو بيقولوا عليه بتاع الجاتوه، اللي هو تشيلي كده قطعه الجاتوه بيه، انا بستخدمه في حاجات كتير جدا، مش على قد الجاتوه لا، في حاجات اللي هي في التحمير برضو، لما اكون بقلب او اي حاجه، حلو جدا. ده كنت انا ايام ما كنت بتجوز من 10 سنين كان ب 25 جنيه، بس بجد حلو وعمره معايا اهو بقاله اكتر من 10 سنين وزي الفل.
معايا كمان المضرب دوت، المضرب اليدوي. المضرب اليدوي ده انا استخدمت انواع كتير جدا بتتخلع، لكن النوع ده الصراحه حلو قوي قوي، كنت جايباه من عند غاوي خساره تقريبا ب 15 20 حاجه زي كده، بس بجد حلو ومتين قوي قوي، وبستعمله بقالي فتره طويله معايا زي الفل. اللي هو بيبقى جاي تيجي لو انت لما تيجي تشتري المضرب اليدوي حاولي تبقي تشدي الجزء ده من ده، لو لقيتيه سهل كده ان يطلع من بعضه ما تشتريهوش، اشتري اللي يطلع تمسكيه جامد كده وتلاقيه ما بيطلعش معاكي، ده تعرف ان هو زي الفل معاكي. الاسباتيولات بقى والفرش السيليكون، لما تيجي تشتري اشتري اللي هو قطعه واحده، ما تشتريش اللي هو عباره عن جزئين. انا جبت اللي هو عباره عن جزئين ده، وكنت مره بستخدمه وسبت كده على الحله لقيت دي اتحرقت من هنا، لكن اللي قطعه واحده زي الفل. برضو في النوع اللي هو الومنيوم، في قطع الومنيوم من هنا حلو برضو، بس انا بحس ان ده احسن، جبت منه الفرش والاسبتيولات بالاشكال ديت، وفي منه اشكال كتيره جدا والوان كتير. انا كنت بحاول اظبط يعني الوان مع المطبخ بتاعي. دي عصاره البرتقال عن تجربتي ان هي مش عمليه، عشان تعملي كوبايتين برتقال عايزه لك 2 كيلو، 2 كيلو برتقال عشان تعمليه. هي حلوه بس لو البرتقال بتاعك يعني فيه ميه سوائل كتير، لكن غير كده ما حبتهاش، وعندي بقى لها كتير جدا ومش بستخدمها. بس طبعا عندي بقى لو اي حاجه ضروريه ولا حاجه. ده المضرب اليدوي اللي زوجي كان جايبه لي من السعوديه اهو، هو حلو يعني انا بعمل بيه كريب حلو جدا، يعني لو مش هستخدم الخلاط بستخدمه في الكريب، بستخدمه في حاجات تانية كتير حلو، بس يعني عارفين اللي هو بستسهل المضرب اليدوي اكتر، يعني بستسهل ده اكتر، بس ده حلو يعني مش اللي هو مش عملي، لا حلو برضو. عندي ايه تاني؟ ديت بقى اللي هي بتاعت المشويات، شيالة بتاعت المشويات، ممكن المفروض اصلا عشان فيها خرام للمشويات، لان لو اي زيت او اي سوائل تنزل منها، بس انا بستخدمها في كل حاجة يعني بسبوسة، تقطيع اي حاجة، جلاش، اي حاجة حلوة معايا وشغالة زي الفل. وكانت انا مش عارفة سعرها بصراحة، لان كنت بشتري شاشة والمحل بتاع صابر سعد اللي عارفينه في شربين اخدتها من عنده، بس هي بجد لو شفتيها هتيها حلوة. عندي دي برضو، دي الاسباتيولا اللي انا بعمل بيها، بزين بيها الترط وكده، وبسوي بيها الكريم شانتيه، حلوة جدا، كنت جايباها ب 45 جنيه من عند فور كيك. تمام، دي بقى هرسة البطاطس. بصوا انا هي حلوة، مش هقول ان هي وحشه، بس حسيت ان بضغط جامد جدا وبتطلع بقى ايه يعني ضعيفه، يعني اللي هي الاخرام بتاعتها صغيره جدا، على عكس بقى لو انت جبت واحده فتحتها كبيره شويه وتكتها كذا مره هتلاقي احسن معاكي، بس هي يعني تمشي الحال ومش بتطلع يعني، هي ستانلس في ستانلس. دي بقى شياله برضو بتاعت الجاتو وبتاعت يعني الجاتو كده، دي كانت جايه مع يعني مش شايله، دي كانت جايه مع اسمه ايه، مع شنطه المعالق بتاع العروسه وكده. دي بتاعت التوم حلوه جدا جدا جدا، ما عنديش غيرها ومش بستخدم غيرها، بجد جميله جدا هرسه التوم ديت، وكانت من زمان من حوالي 5 6 سنين كانت ب 25 جنيه، ما اعرفش سعرها دلوقتي كام، بس حلوه هاتيها. بتاعت بقى الايس كريم، الناس بتقول عليها حلوه، انا ما عجبتنيش النوعيه دي، ما عجبتنيش، مش عارفه بقى ماركتها ايه ولا بتاع. لو انت لقيت اللي هي بتاعت ايس كريم بس اللي هي من غير فيها الحركه دي هاتيها، حاسه ان هي افضل وعمليه اكتر من دي. اللي هي عارفين رشا الشامي حبيبتي بتستخدمها، حاسه ان هي افضل من دي، انا ما حبيتش دي الصراحه ومش عجباني. المدق بقى بتاعت البفتيك والبنيهات والحاجات ديت حلو برضو، يعني ده خامته زان، كنت جايبه من عند العسوي كان ب 25 جنيه تقريبا او ب 20 جنيه، بس خامته اللي هي زان الاصلي نظيف جدا وحلو قوي قوي، معايا بقاله سنين. دي بقى اللي هي بتاعت الدي بقى والحاجات اللي هي سوائل ديت، شياله كده زي معيار، حلوه برضو وعمليه. المكبس بقى اللي سالتوني عليه بتاع البرجر، حلو جدا وبيخليك البرجر زي البرجر اللي هو الجاهز بالظبط في التطليعه اهي، بيديك التطليعه وبيطلع كلهم حجم واحد، حلو جدا جدا، وهاتيه على ضمانتي، وسعره مش غالي، كان ب يعني 55 60 جنيه حاجه زي كده. النشابه السيليكون دي انا جبتها حلوه جدا، يعني انا شايفاها حلوه بعد، يعني انا كنت هجيب اللي هي الخشب، الخشب حلوه بس لو لقيت الاصليه،
لو الايد الاصليه اللي هي سهله في الحركه معاكي وخشبها زان حلوه، لكن في انواع كتير جدا طبعا مش حلوه خالص، زي اللي هي فيها ستانلس من هنا دي ما تجيبهاش، دي بتتكسر لواعي كده بتتكسر، اللي هي البلاستيك اللي هنا ده بتتكسر وبتعور الايد. انا اتخلصت منها، دي اللي انا بستخدمها دلوقتي حلوه جدا برضو، كانت تقريبا ب 45 جنيه. دي بتاعت دونتس، بصي انا جبتها صغيره، انا بفضل يعني انا عن نفسي بحب الكبيره، لكن انا عشان ولادي بيحبوا الصغير فجبتها، وهي كانت ب 10 جنيه من عند 4K. القطاعات دي جميله جدا، ما انصحكش بالاستانلس بتاعها، الاستانلس بيصدي يعني، كل اللي قال لي قال الاستانلس بيصدي، فجبت ديت. دي جايباها من عند غاوي خساره، كانت باينه ب 15 10 15 جنيه بس، حلوه وعمليه جدا جدا، قطاعات للبسكوتات بقى والحاجات ديت والمعجنات. عايزه اوريكم برضو دوت اللي هو القمع السيليكون، سالتوني عليه كتير جدا، ده سعره 70 جنيه، جايباه من عند 4K اهو بالشكل ده، حلو قوي قوي، عملي وسهل في الاستخدام وسهل في الغسيل، وحلو بقى عن النوع التاني هوريه لكم. بيجي معاه الاقماع دي، انا ما كنتش عملت فيديو مشترات من فتره، فانا من الحاجات اللي اشتريتها وما صورتهالكوش، بيجي معاه الاقماع بالشكل دوت. بس انا يعني مش بحب استخدم دولت، فجايباه له بقى اللي هو ايه، اللي هو المستورد ده، اللي هو الاستانلس المستورد ده، الواحد ب 18 جنيه برضو، حلو ده بتاع البسكوت، وده بتاع اللي هو اللي هو بيعمل، كنت جايباه للبوتفور، وجايباه يعني بيعمل وردات وبيعمل حاجات للتزيين بقى للتورت وكده، حلو جدا اهو. انا جبتهم الواحده ب 18 جنيه من عند 4K. في نوع تاني هوريلكم اهو، ده بقى النوع القديم اللي كان عندي بستخدمه بس قليل جدا، ده كنت جايباه ب 20 جنيه بس، بصراحه بيغير لون وخامته مش حلو يعني، انا استخدمته كتير، فبعد كده جبت دوت لقيته افضل منه بكتير. وفي على فكره القماش اللي فيه من بره نوع كده قماش ومن جوه جلد تقريبا، حلو برضو، لو لقيتوه هاتوه. زي ما قلت لكم دي بقى الشياله والقطاعه، او بيقولوا عصايه اللي هي المعجون، المهم ان يعني طلعت وحشه جدا النوع ده، وشايفين مصدي ومش حلو، انا بطلعه واتفاجئت ان هي بايظت وهي في الدرج، فطبعا ما عادش تنفع الاستخدام خالص، فدي من الحاجات اللي ارميها. قطعت البيتزا، قطعت البيتزا حلوه ومتينه جدا، بس برضو شايفين اهي في الكاميرا فيها يعني تقريبا ما طلعتش اللي هي الاصليه، برضو بتصد شويه، هحاول اشتري اشوف نوع تاني يكون حلو واشتريه. المصافي برضو، المصافي ديت دي بتاعت اللي هي بتاعت شهيات البطاطس بتاع التحمير، حلوه وعمليه، بس في انواع طبعا احسن من دي، دي برضو يعني ايه شايفين بتتحرك بتتخلع كده، فهحاول اشتري واحده ثانيه برضو. دي بقى مصافي الانواع اللي كانت عندي، اولا بيتخلع الايدين بسرعه، ما بتصديش هي الامانه، ما بتصديش بس يعني ايه طريه قوي، وكمان الايد بتاعها بتتكسر بسرعه. القرطاس دي بقى، دي بقى لها بوستو بقى لها 10 سنين معايا، يا دوب بنتي هي اللي كسرتها قريب، بس بصراحه النوع ده كان حلو، بس كتر خيرها بقى لها 10 سنين يعني، حلوه. المعايير دي هاتوها، لما تيجي تجيبوا المعايير هاتوا اللي هي البارزه، اللي هي مش معمول لون، لان اللي بقى عباره عن الوان ديت دي بتتمسح بسرعه جدا طبعا، غير النوع اللي هو الازاز، الازاز طبعا حاجه عاليه ونضيفه وغاليه، لكن الانواع اللي هي البلاستيك هاتي اللي هي فيها فحر كده، اللي هي ايه بارزه، شايفين بارزه، لكن النوع اللي هو شرط احمر ده جابته وحش جدا. على فكره ان معظم الحاجات اللي بقول لكم عليها ما عجبتنيش انا اتخلصت منها خلاص يعني، ما عادش موجود عندي ان اوريها لكم كمان. السكاكين بقى طبعا استقالتني على السكاكين دي كمان، السكاكين دي وحشه جدا جدا يعني، اللي هي بصوا رميتي فلوسك من الاخر، اللي هي بيقولوا عليها سيراميك بس هي مش سيراميك، هي مطليه تمام، اولا مش حاميه، دي انا بستخدمها بحاجات بسيطه جدا ويعني استخدامي لها بسيط، لكن اللي حاميه بجد النوع ده، دي اللي حاميه ومش غاليه ب 5 جنيه، والنوع ده برده اللي هي المشنشر شويه دي برده ب 5 جنيه من عند فتحة خير، دي جايباها برضو ب 5 جنيه، حلوه برضو. لو لقيت الانواع اللي هي السيلفر اللي هي قطعه واحده دي، دي بتاع اللي هي الشنط، في منها برضو اللي هي بتباع فرداني، النوع دي حلوه، دي جميله، ليه بقى؟ ما بتتكسرش بقى ولا بتفصل ولا اي حاجه، هاتي منها. سالتوني كمان على اللطقم ديت، البولات ديت، البولات دي قلت له بتدخل الفرن، انا ما جربتهاش في الفرن صراحه، بس في اكيد انواع تانية تدخل الفرن، بس النوع ده اللي هو كان رخيص
15 20 جنيه حاجه زي كده. لا ده انا ما جربتوش بصراحه، بستخدمه بس في المقادير وزبادي ام علي، الحاجات اللي ايه ما بدخلهاش الفرن، الحاجات اللي بتبقى يعني من غير فرن. كمان البولات دي حلوه جدا، كنت جايباهم من فتره طويله، الستة ب 20 جنيه من عند فتحه خير، معرفش الوقت اسعارهم ايه، بس حلوين قوي قوي وخامتهم حلوه. ممكن تستخدموهم بقى في الايس كريم، تستخدموهم في اي حاجه عندك يعني، سهلين في حلوين في الاستخدام. جبت كمان عندي دول، مش جبت كمان دول قدام اصلا عندي، اللي هي العلب ديت بتاع التخزين ديت، دي انا بحط بقى فيها اللي هي الحاجات اللي هي الكريسبي، الشوكولاتات، الحاجات اللي هي ايه، خصوصا لان العلبه شايفين قد ايه حجمها حلو جدا وصغير قوي، ولا الغطا بتاعها التلاته كانوا ب 15 جنيه، فحلوين جدا وبينفعوني بقى في حاجات كتير. واخيرا بقى ازايز الزيت والخل، كتير برضو سالكم قلتوا لي يا ام ملك لما تستعملوا قلنا رايك فيهم. بصوا لكل امانه هما حلوين مش وحشين، يعني لو ادينا لهم كدرجه هما 90%، ادوم 9/10، هما حلوين وكل حاجه، بس مجرد اقل لو وقعت كده بس على جنبها منك على الرخامه بتتكسر شايفين، وكانت دي ب 35 جنيه. تاني عيب فيها ان مع الغسيل بتتقشر شويه، يعني ما تغسلهاش بقى اي جامد شايفين اهو، لانها مطليه فزي مدهونه كده، فما الالوان بتاعتها مش ثابته قوي، بس هما كشكل في المطبخ حلوين، كسعر حلوين برضو، كسعرهم 35 جنيه الواحده حلوه. كمان يعني لكل عروسه بقى عايزه تجدد تجيب حاجات في مطبخها حلوين كسعر، لكن لو انت حابه تجيبي بقى حاجه نظيفه من الاول هاتي النوع اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو في ستانلس، ازاز في ستانلس كده شفته عند ندى زوج عصريه، قناه زوج عصريه، حلو جدا، هو غالي ب 400 جنيه تقريبا، بس بجد عملي وشيك وروعه وفي توابل وفي حلو قوي، عجبني ولو لقيته هشتريه. نسيت اقول لكم بقى على المعايير، المعايير دي حلوه جدا يعني بصوا لا غنى عنها عندي في المطبخ، جميله. كان عندي النوع ده اللي هو القديم بتاعي، طبعا في منه حاجات مطلعه يعني كنت بغسلها وكده، وده ودولت اللي كانوا جايين لي من السعوديه، بجد حلوين قوي قوي، ولو انت من النوع اللي بتستخدمي المقادير دايما في عندك في البيت هاتيهم، حلوين وعمليين قوي وهينفعوك، يعني هيطلعوا الحاجه معاكم مظبوطه. دي برضو علب تلاجة انا كنت شارياها الواحده ب 15 جنيه من معرض عجميستا اللي عندنا في شربين، حلو برضو، وانصحكم تشتروها لانها حلوه، ولما تيجوا تشتروا هاتوا اللي هي بالمكبس ده، بتحافظ لك على حاجه اكتر وحلوه وعمليه. كمان الكوبايات اللي هي الميانتا دي ما تجيبوهاش الكبيره دي، مش عمليه يعني كشرب وكده، بتقع على طول ومش عمليه وخفيفه. انا استخدمتهم بقى بحط فيهم الشوك والمعالق الزياده اللي بحطهم في المطبخ من جوه، خساره ارميها، مش هرميها هستخدمها. ده الفيديو بتاعنا النهارده، لان انا والله تعبانه ومش قادره اصور فيديوهات بقالي فتره، فحبيت ان انا اشارككم كده فيديو بسيط مطولش عليكم، يا رب ما اكونش مطولتش عليكم، ويكون يا رب حد استفاد من الفيديو، بس ده كان فيديو طلبتوه مني فحبيت ان اعمله معاكم. هتلاقوا عندي الحمد لله ما عنديش حاجه متكرره، ما عنديش حاجات ملاش استخدام، بحاول ان انا يعني الحاجه اللي تبص استخلص منها اول باول، عشان كده ما تلاقوش حاجات كتير بتخلص منها، بس قلت لكم على الحاجات اللي اتخلصت منها فما تجيبوهاش. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب، ولو اول مره تنورني في قناتي ان شاء الله انتظروا فيديوهات كتير حلوه باذن الله. اسيبكم في رعايه الله ومع السلامه.